سيادة الرئيس، لو احنا لو انا عايز افكر بصوت عالي، الطرح اللي حضرتك قلته في علاقه النظام الصحي بالقطاع الخاص، هل ينفع او هل وارد انه يتطبق بنفس ذات الشكل في المنظومه بتاعه التعليم عشان نقدر نتخطى حجم الانفاق الرهيب ده يا اللي احنا يوسف؟ انا عليه؟ جاهز. اسمع، اتفضل يا فندم. التعليم ايه؟ التعليم يوسف عايز 60,000 مدرسه، اسف 60,000 فصل كل كل سنه عشان نستقبل الزيادة الجديدة. صحيح. 60,000 فصل دول، ده الفصل بس، الفصل بيبقى معاه يعني خدماته يعني. طبعا. يعني انت مثلا المدرسة فيها 50 فصل، في دورات للأولاد والبنات، وفي غرف للمدرسين، وفي يعني مدرسة متكاملة. مشاركة. فأنت النهاردة لو قلت النهاردة إن ال 60,000 فصل دول يكلفوا بين نص مليون او مليون، يعني انت بتتكلم 60 مليار. دول ما لهمش علاقه يا يوسف بتكلفه التعليم. ده المبلغ ده انت عايز تحطه ده مبلغ عشان تعمل المدارس ديت. اه ثم انت محتاج بقى يعني معاملات المدرسه اللي هو اجراءات تشغيلها. يعني ايه اجراءات تشغيلها؟ يعني المدرس ليه يدي بقى الدرس؟ لان العدد اللي موجود في التعليم دلوقتي حوالي 1.3 مليون في وزاره التربيه والتعليم. لو ما انت هتزود عدد المدارس ديت، المفروض بتزود عدد المدرسين كمان عشان يجابهم طبعا يعني العمل اللي هيتم في الفصول الجديده. مش كده ولا ايه؟ صح.